المقترح الأخير الذي يجري الحديث بشأنه يحتوي على لغة جديدة تم اقتراحها على مصر وقطر كما أشيع إسرائيليا على الأقل. يتناول المقترح إذن المفاوضات غير المباشرة التي من المقرر أن تبدأ خلال المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل. تنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق نار كامل وشامل وعلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وكذلك على إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين بينهم النساء وكبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. يدعو كذلك المقترح الطرفين إلى التفاوض على شروط المرحلة الثانية خلال 42 يوما من المرحلة الأولى. بموجب هذا المقترح الحالي يمكن لحماس إطلاق سراح جميع الرجال المتبقين سواء من المدنيين أو من الجنود خلال المرحلة الثانية، وفي المقابل يمكن لإسرائيل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. ولن تتم عمليات الإفراج إلا بعد سريان الهدوء المستدام وبعد انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من غزة. من المقرر إذن كذلك أن تشهد المرحلة الثالثة إعادة رفات الأسرى الإسرائيليين، وبدأ أن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية هو نقطة الخلاف الرئيسة، لأن حماس تخشى أن تستأنف إسرائيل الحرب بعد المرحلة الأولى. إذن لمناقشة كل هذه التطورات ينضم إلينا من القدس المحلل السياسي شلومو غانور، ومن رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس، ومن القاهرة الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا الدكتور أيمن لنفهم معك المشهد. قبل كل مرحلة من المفترض أن تبدأ مرحلة تفاوض جديدة يجري نتابع تصريحات من الجانبين، تصريحات إسرائيلية وتصريحات من حماس. اليوم إسرائيل تقول أن حماس راجعت عن بعض النقاط تتعلق بالمرحلة الأولى، الانسحاب التام والوقف التام للحرب، فيما حماس تنفي هذا الأمر. ما الذي يفهم من هذا الأمر؟ لماذا دائما تكون حالة من الضبابية أو التناقض في التصريحات بين الجانبين؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أهلا بك. دائما ما كان الخطاب الإسرائيلي تحديدا الخطاب الرسمي من رئيس الوزراء بيحاول أن يقلل السقف الذي يقدمه في المفاوضات، وهذا طبعا بالطبع يغازل سواء كان الشارع الإسرائيلي أو شركائه في الحكومة. ثبت هذا أكثر من مرة، يعني على سبيل المثال عندما تحدث الرئيس جو بايدن في المقترح الأمريكي الذي أعلن الأول مرة يوم الجمعة 31 مايو الماضي، قال نتنياهو وتنصر من بعض البنود، لكن عادت إسرائيل وأقرت أنها قدمت هذه البنود بالفعل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة التي وصلنا إليها الآن هي تقوم على مبدأين. المبدأ الأول هو سد الثغرات وتقديم الضمانات. الرد الإسرائيلي الأخير كان يسبب هلع كبير جدا وخوف كبير جدا لدى حركة حماس، تحديدا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. الصيغة الجديدة الآن تم تعديل البند الثامن من هذا المقترح. البند الثامن كان يقول بالنص، النص السابق في البند الثامن كان يقول أن الحديث عن وقف إطلاق النار في المرحلة الثانية سوف يبدأ في اليوم 16 من المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع. جرى تعديل هذا الأمر بحيث تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في المرحلة الثانية بداية من اليوم الأول، بمعنى يكون هناك متسع أمام حركة حماس لتقرر نية إسرائيل. هل نية إسرائيل تريد الانتقال بالفعل بوقف إطلاق النار من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، أم أن نتنياهو يريد فقط تنفيذ المرحلة الأولى؟ لأن ولكن دكتور أيمن، هل يبدو أن ثمة تقدم ماشي جديد قدم من قبل حماس الإسرائيليين؟ لأن إسرائيل تقول صراحة أن حماس تراجعت عن المطلبين، مطلب الانسحاب الكامل ومطلب وقف الحرب بشكل تام في المرحلة الأولى. لا أعتقد ذلك. يعني فكرة وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم ومستدام وفي كل قطاع غزة من الشمال والجنوب هو منصوص عليه في المرحلة الأولى، وحركة حماس لم تبدي أي نوع من التراجع في هذا الأمر على الإطلاق. بالعكس، بالمناسبة بداية المقترح الجديد أو بداية التعديلات الجديدة لم تأتي من حماس. بداية التعديلات الجديدة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية بموافقة إسرائيل، لأنه كما تعلمين الآن إسرائيل تقارب أن تنتهي من عملياتها في رفح دون أن تحدث
يحرر الرهائن. الرئيس جو بايدن بعد 27 يونيو الماضي بعد المناظرة الشهيرة مع دونالد ترامب اختلف الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس جو بايدن يريد أن يركز على المسار الانتخابي وليس على الحرب في الشرق الأوسط، وبالتالي في تقديره هناك ضغط أمريكا على إسرائيل لتقدم نوع من المرونة. هذه المرونة تلقفتها حركة حماس، وبالتالي نحن الآن أمام صياغة جديدة للبند الثامن والبند الرابع عشر أيضا من هذه الأمر، بحيث يحقق أمرين: يسد الثغرات الموجودة في المرحلة الأولى، وفي نفس الوقت يقدم ضمانات غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية لحركة حماس. نعم، هنا أنتقل للدكتور أحمد لمعرفة موقف حماس بحسب المعلومات المتوفرة، وإن كان الدكتور أيمن يعتقد بأن حماس ربما لم تقدم أي تنازل متعلق بالنقطتين، الانسحاب التام في المرحلة الأولى وكذلك الوقف التام للنار. ولكن دكتور أحمد، إسرائيل هذه المرة أرسلت وفدا، يصعب الاعتقاد بأن حماس لم تقدم شيء تتعامل على أساسه إسرائيل بإيجابية أو بجدية. لا، من الواضح انه حركة حماس يعني تقدمت بشيء، اذا بدك بموقف جديد، ليس صياغة جديدة وانما ايضا موقف جديد، لانه واضح انه حماس تريد ان تكسر الاجماع حولها بان هي التي تقف عائق امام تقدم المفاوضات. ايضا واضح انه هناك ضغوط، في ضغوط عليها من اطراف مختلفة، ايضا هناك في ضغوط عسكرية حقيقية من جيش احتلال، يعني لم يتوقف منذ 10 أشهر تقريبا في قصف وتدمير قطاع غزة بشكل كبير جدا، وهناك ازدياد يعني هائل في تدمير البنى التحتية وقتل الناس بشكل مش طبيعي، بشكل لم يسبق له أن حدث في التاريخ حتى. بالتالي هذا ضغط آخر. المسألة الأخرى أنه يعني حركة حماس واضح أنها أيضا تريد أن تكسر هذا الإجماع الإسرائيلي على الأقل في الحكومة وتمسكها بمواقفها. لهذا السبب يبدو أنه حماس قرأت الموقف جيدا، وبتقول انه ممكن جدا تضيف على الاشكاليات اللي في داخل المجتمع الاسرائيلي والحكومه الاسرائيليه موافقتها بهذه الطريقه، موافقه في القرن او البند الثامن وال14 من اجل تقدم هذه المفاوضات. وبالمناسبه هنا مساله مهمه جدا، في فرق، مش فرق، في نص دائما، نص متفاوض او نص اتفاق، وفي روح لهذا النص. واضح انه هذا ايضا سبب لماذا حماس تتقدم بهذه المساله، انه واضح انه يبدو هناك في ضمانات ما مش يعني برا النص، ليس بالضروره ان تكون داخل النص وانما برا النص، بمعنى انه يقال او تطمن حركه حماس انه سيكون هناك وقف دائم او مستدام لاطلاق النار. اذا بالتالي كل هذه الاسباب هي التي دفعت حماس الى هذا الموقف الجديد. اعتقد ايضا هناك كان اغراء امريكي لحماس بانه امريكا تحدثت بلغه جديده، وبالتالي حماس ايضا تحدثت بلغه جديدة. النقطة الأخيرة والمهمة بالنسبة لي، أعتقد أيضا أن حماس تريد أن تحرك المياه الراكدة أيضا، لأنه يبدو أنها ستكون هي دائما الآن وبعدين هي العنوان، عنوان المرحلة وعنوان المستقبل أيضا، ويبدو أنه أيضا في هناك روح للنص يشي بذلك. كيف مع أن ما يقدم الآن يتعلق فقط بوقف النار وليس بالمرحلة المقبلة ما بعد الحرب؟ لا أعتقد أنه المسألة ربما أكثر عمقا من ذلك وأكثر بعدا من ذلك، بمعنى أنه حماس أيضا ستضمن لها مستقبلها السياسي وفي الحاضر والمستقبل أيضا، ولهذا السبب ربما تكون هذه أيضا جزء من نقصد اتفاق أو تفاوض خفي الآن حماس بعيد عن وقف النار أو ما يتفاوض حولها الآن. ليس بالضرورة أن يكون خفي، المسألة يعني علني، لا أحد يخبئ أي مواقف يعني، لكن حماس زي أي حركة سياسية هي تريد أيضا أن تكون في المستقبل، يعني ليس كما يقال أنها ستشطب وستمنع من الوجود، لأنه أيضا هناك إجماع ما يشبه الإجماع الدولي على أنه حماس يجب أن لا تكون في المستقبل. حماس أيضا ترى في هذا الأمر خطورة هائلة، لهذا السبب تحريك المفاوضات يبدو من خلالها وبقرارها. هذا ربما يضمن موقف سياسي أو مستقبل سياسي. ولكن دكتور أحمد، دعني أناقش معك هذه النقطة قبل أن أنتقل لسيد شرومو. في نقطة بقاء حماس، المسألة ربما لا تبدو بسيطة أو سهلة، هناك مرحلة إعمار أو إعادة إعمار البلاد، وهذا أمر ربما سيصعب التعامل الدولي مع حماس تحديدا فيه. كيف يتحقق الأمر؟ كيف تبقى حماس؟
بالضبط؟ هذا السؤال جدا مهم، واعتقد انه حماس يعني اعتقد انها ستتطامن قليلا، ربما تقبل شروط معينه للاتفاق مع حركه فتح والسلطه الفلسطينيه بالحدود الدنيا، ممكن تقبل المشاركه في حكومه تكنوقراط، ممكن تقبل الاندماج في منظمه التعريف الفلسطينيه بشكل او باخر، ممكن ان يكون هناك تخريجه ايضا عربيه، تخريجه عربيه لهذا الموضوع، بمعنى انه لا يمكن، هو ايضا حتى نقول الامور كما يجب، لا يمكن ان نحصل على استقرار وهدوء دون أن يكون المكونات الفلسطينية حاضرة في أي اتفاق أو ما يسمى إسرائيليا باليوم التالي. لا يمكن لأن يكون هناك استقرار لا لإسرائيل ولا غير إسرائيل دون أن يكون هناك المكونات الفلسطينية موجودة وموافقة أيضا. نعم، قبل هذا يجب أن تتوقف الحرب. هنا أنتقل للسيد شلومو في مسألة التفاوض على وقف الحرب. ما يعتقد الآن بأن أو ما ينقل عن نتنياهو بأنه يرسل الوافد فقط للتفاوض حول إمكانية استئناف الحرب وليس وقفها بشكل تام. فعليا أو بحسب المعلومات المتوفرة، على ماذا يتفاوض الإسرائيليون اليوم مع حماس؟ هذا ما سيقرره المجلس الوزاري الذي سينعقد بعد قليل هنا في إسرائيل، والذي سيقرر إرسال الوفد بالرغم من القرار الذي اتخذه نتنياهو بإرسال الوفد دون الاستشارة بأعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، وبذلك هو التف على المجلس. هذا بسبب الأول. ثانيا، نتنياهو سيحدد الخطوط الحمراء للوفد في استشارة سيتم مع وزير الدفاع ومع عدد من الوزراء الآخرين في موعد لاحق من هذه الليلة، قبل أن يتوجه الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد إلى قطر على ما يبدو. ولكن إذا عدنا إلى ما استمعنا إليه من الضيفين العزيزين، فأعتقد بأنه من السابق للحديث عن وقف إنهاء الحرب، لأن نتنياهو قال وأكد ذلك في حديثه للرئيس بايدن مساء اليوم بأن إسرائيل ستتوقف عن إنهاء الحرب عندما ستنجز جميع الأهداف التي حددتها، أي بما فيها موضوع الإفراج عن جميع المخطوفين. ولذلك من السابق للأوان التحدث عن إنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية قبل أن نمضي في الفترة. هل هذا قرار متفق عليه إسرائيليا؟ نعلم نتنياهو وسموتريتش وبنغفير، ولكن في المقابل الجيش الإسرائيلي مع قرار استمرار الحرب؟ هناك تباين بين المستوى الأمني العسكري وبين المستوى السياسي برئاسة نتنياهو فيما يتعلق بموضوع استئناف المفاوضات، أي القرار الذي اتخذه نتنياهو والمجلس الحربي قبل شهر بعودة الوفد من الدوحة وعدم مواصلة المفاوضات، كان هذا ردا على عدم حصول إسرائيل على رد إيجابي من حماس. ولكن مما يتضح بأن حسب التفسيرات المختلفة الرؤى هنا مختلفة ومتباينة بين المستويين السياسي والعسكري بالنسبة لرد حماس. المستوى السياسي لا يرى برد حماس بأنه يتضمن جميع الشروط أو المطالب الإسرائيلية، في حين أن المستوى الأمني العسكري يرى بأن هناك خيوط أو فرص لتحقيق التقدم في المستقبل على أمل أن تنجز هذه المفاوضات بالنتيجة المرجوة. هذا هو التباين القائم. ولكن بالنسبة لاستمرار الحرب فطبعا هناك اتفاق، ممكن نقول بأنه طالما لم يتم تحقيق المرحلة الأولى على الأقل من الإفراج عن المخطوفين الإسرائيليين، لا يمكن بأي شكل من الأشكال وقف هذه الحرب، لأن إسرائيل هي في الحملة الحالية وهي التي، وأن الضغط العسكري هو الذي أدى ودفع بحماس إلى تليين. ولكن هنا الصورة ربما تصبح أكثر ضبابية، إذن لماذا يرسل وفد إن لم تقرر إسرائيل في النهاية إنهاء الحرب؟ المفاوضات ستتم حسب ما ورد قبل
ساعات حول أمور فنية، لأن الأمور الجوهرية والمبدئية تم الاتفاق عليها في جولات المفاوضات السابقة، وأيضا في المفاوضات في الاتصالات التي جرت بين في الفترة التي تجمدت علنيا فيها الاتصالات. ولكن كما يفهم المفاوضات ستستأنف فعلا، وأنها ستستمر فترة وجيزة من الأسابيع، وربما تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، على أمل أن يتم إنجاز فيها الاتفاق المرجو، علما بأن هذا الاتفاق سيكون أيضا بمثابة الضوء الأخضر لوقف القتال في الجبهة الشمالية، أي بدون وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المخطوفين الإسرائيليين، لا يمكن وقف إطلاق النار في شمالي إسرائيل مع حزب الله، ولذلك جميع الأمور مرتبطة الواحدة بالأخرى. نعم، قبل أن نذهب إلى الدكتور أحمد لمناقشة هذه النقاط التي ذكرت والتي لم تذكر في التفاوض بين حماس وإسرائيل، أشير إلى هذه الأخبار العاجلة. إذن بايدن الرئيس الأمريكي يرحب بقرار نتنياهو بإرسال وفد لمواصلة مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس، وبايدن ونتنياهو ناقشا الرد الأخير لحركة حماس الذي سلمته بشأن صفقة تبادل الأسرى. موقع ولا الإسرائيلي يقول إن رئيس الموساد سيرأس هذا الوفد، وفد المفاوضين الإسرائيليين لمناقشة صفقة التبادل مع حماس، ويقول كذلك إن رئيس الموساد سيلتقي رئيس الوزراء القطري لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. إذن هذه آخر التطورات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى أو التفاوض حول هذه الصفقة المحتملة التي تنتظر منذ أشهر. دكتور أحمد، في النقاط التي ذكرت إذن مسألة الوقف التام للحرب والانسحاب التام، ولكن هناك نقاط جدلية وفرضت بعد التفاوض حتى بعد ما اقترح من قبل الإسرائيليين أو طرح من قبل بايدن. محور فيلادلفيا ومعبر رفح لم يذكرا في هذه في التفاصيل المسربة على الأقل. كيف سيناقش الملفان بحسب اعتقادك؟ هل سيناقش أساسا في هذا التفاوض؟ شوفي سيدتي، أنا أعتقد أنه الحرب تعلم التواضع وتعلم إعادة النظر في كل شيء، بمعنى أنه ما كنا نرفضه قبل الحرب ربما نقبله بعد الحرب، وهكذا الحرب يعني. ولهذا كانت الحرب تاريخيا يعني، لأنه الحرب تعلم وتعيد الأمور إلى نصابها، ويعرف كل واحد حجمه. ما أريد أن أقوله هنا أنه أولا نتنياهو يعني ربما يكون مجبر على التفاوض، ولذلك أرسل الوفد بسرعة قبل أن كما قال ضيفك انه قبل ان يعرض ذلك على المجلس المصغر، يعني لانه واضح انه الكل يريد هذه الصفقه ما عدا نتنياهو وشركائه المتطرفين. الجمهور يريد هذه الصفقه، والجمهور يهدد على فكره، يهدد لم يكن هناك صفقه ستخرج الملايين على رايهم، وممكن جدا في 7 شهر بعد يومين انه تكون هناك اضراب شامل في اسرائيل، وبالتالي يؤثر على الحكومه وثباتها. بالاضافه انه ايضا هناك جنرالات في الجيش الاحتلال الاسرائيلي يريدون هذه الصفقه، ويقولون انه ليس هناك حرب أبدية، خاصة أنه كثيرون يقولون إسرائيليين أقصد يقولون أنه هذه الحرب فقدت دورها وتراوح مكانها ولا تحقق شيئا، والاحتلال العسكري يضر وهو مكلف جدا وفي خسائر، وأنه أيضا لابد من وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى يكفي إطلاق النار في جنوب لبنان. إذن بالتالي أيضا الإدارة الأمريكية تريد هذه الصفقة، والحوار بين بايدن ونتنياهو بالتأكيد بايدن يعني لأنه مهتم بهذا الموضوع بشكل شخصي، لأنه الآن انتخابه على المحك، لهذا سبب الكل بده صفقة. الآن هل نتنياهو يقبل أن يكون ضد كل هؤلاء مثلا؟ أعتقد أنه إرسال الوفد إلى البحرين قطر أو إلى مصر لا ندري إلى أين، هي جزء من امتصاص الغضب ممكن، لأنه أنا برأيي الشخصي، ومش هذا رأي شخصي حقيقة، رأي كثيرين، أنه الحكومة هذه لتطرفها وأيدلوجيتها وعنادها وانفصالها عن الواقع هي تريد استمرار الحرب لأسباب مختلفة، ليس فقط شخصية وسياسية وإنما أيضا استراتيجية. هم يريدون فرض تسوية على الفلسطينيين، فرض ولكن دكتور أحمد أعذرني هنا في الضفة الغربية. نعم،
تقول أن نتنياهو مصر ومجبر على التفاوض جديا وعلى إنهاء هذه الحرب، ولكن هناك بعض النقاط غير المذكورة، وهذا كان سؤالي، مسألة معبر رفح ومحور فيلادلفيا والبقاء بقاء الجيش الإسرائيلي هناك، هل هذا يعني بأن إسرائيل ستناقش الملفين أيضا، ستخرج من المنطقتين؟ هذا على فكرة يعتمد على أنه هل إسرائيل تريد إبقاء احتلالها في قطاع غزة؟ هل تريد إعادة إنتاج احتلالها بشكل جديد بأن تتبوضع على محور صلاح الدين وفي ذات سريم وعلى غلاف قطاع غزة، وبالتالي تستطيع التفاوض مش بس مع الفلسطينيين وإنما تتفاوض مع العالم على إدارة قطاع غزة؟ ممكن جدا. أنا برأيي أنه عدم ذكر صلاح الدين ومعبر رفح وأيضا ذات سريم هذا يبدو متروك مش بس للمرحلة الثانية، لأن التفاوض لن يكون مع الفلسطينيين في هذا الأمر، سيكون التفاوض مع الإقليم ومع المجتمع الدولي، أمريكا وأوروبا، لأنه صحيح أنه إسرائيل واضحة جدا في مسألة أنه تحييد غزة، كما يقال تحييد غزة، أنه تتحول غزة إلى مكان غير مهدد لإسرائيل. لهذا السبب كما يقال اليوم الثاني لإسرائيل أيضا مشكلة، ومشكلة حقيقية، ماذا تفعل بقطاع غزة؟ نعم سيد شلومو، قبل أن أنتقل للدكتور أيمن، سيد شلومو، محور صلاح الدين أو فيلادلفيا ومعبر رفح لماذا لم يذكرا في هذا المقترح على الأقل بحسب ما سرب منه؟ لأن هذا موضوع المفاوضات وعنوان المفاوضات وهدف المفاوضات هو الإفراج عن 120 من المخطوفين الإسرائيليين، وليس هدف هذه المفاوضات ولكن الانسحاب التام ووقف الحرب. الانسحاب نقطة مذكورة، لماذا لم يذكر المحور أيضا؟ المحور فيلادلفيا وأيضا معبر رفح هما أيضا موضوعين سيتم تناولها، ويتم بالفعل تناولها بصورة مفصلة مع الجانب الأمريكي، مع الجانب المصري، وأيضا مع دول عربية مختلفة. الفكرة الإسرائيلية بأن بما أن محور فيلادلفيا هو مصدر الخطر الذي يهدد إسرائيل وقطاع غزة ومصر وأيضا منطقة الشرق الأوسط، يجب أن يتم حسب المخطط الإسرائيلي، يجب أن يتم إقامة عائق بري فوق الأرض وتحت الأرض على امتداد هذا المحور لمنع التهريب والأسلحة والأشياء الأخرى المضرة والمهددة للأمن. هذا بالنسبة لمحور هذا ما تقوله إسرائيل. ولكن دكتور أيمن، مصر معنية أيضا، أعذرني السيد شلومو ولكن انتهى الوقت، لنسأل السيد أيمن حول موقف مصر، أي ترتيبات قد يتفق عليها فيما يتعلق بمعبر رفح ومحور فيلادلفيا، وهل سيكون لمصر أي دور فيهما باختصار شديد من فضلك دكتور؟ في الحقيقة صباح اليوم وزير الخارجية المصري الجديد تحدث عن هذه النقاط بالتفصيل، وقال أن مصر ترفض أي ترتيبات من جانب إسرائيل لبناء سور سواء فوق الأرض أو تحت الأرض في معبر رفح أو في محور فيلادلفيا. مصر ترفض هذا الأمر بشكل قاطع، ونفت بعض وسائل الإعلام المصرية ما قالته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية في السابق. لكن إسرائيل لديها طرح آخر، تقول في المرحلة الأولى يمكن أن تعيد انتشار قوتها بعيدا عن المعبر بما يسمح بعودة المساعدات الإنسانية مرة أخرى. الطرح المصري فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح يقوم على العودة مرة أخرى إلى اتفاقية المعابر اللي تم توقيعها في نوفمبر عام 2005، والتي بموجبها تعود السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المعابر بمساعدة الاتحاد الأوروبي أو حتى بمساعدة فنية من قبل شركة أمريكية أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن فكرة بقاء إسرائيل بشكل دائم وإعادة احتلال إسرائيل لمعبر رفح أو محور فيلادلفيا هي فكرة مرفوضة مصرية جملة وتفصيلة، ومصر رفضت حتى مناقشة هذا الأمر في مراحل سابقة. وبالتالي أنا في رأيي المفاوضات أو الوفد الإسرائيلي سوف يركز على المرحلة الأولى وعلى وقف إطلاق النار وعلى تبادل الرهائن، لكن فكرة طرح وضعية أو تموضع الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح ربما تكون في المرحلة الثانية أو في المرحلة الثالثة. هذا تخوف كبير بالمناسبة لدى حركة حماس. حركة حماس تقوم كل حساباتها أن إسرائيل ونتنياهو تحديدا يريد فقط تنفيذ المرحلة الأولى،
وبعد ذلك سوف يتنصل من كل شيء. هذا تخوف حقيقي، وحتى الوسطاء في تقدير مصر وقطر بيشاركوا حماس في هذه النقطة. وسبق لمصر وقطر أن قالوا في بيان أن حديث نتنياهو أنه يريد تنفيذ كل أهداف الحرب حتى بعد المرحلة الأولى يؤكد أن مخاوف حماس فيما يتعلق بهذا الأمر أمر حقيقي وأمر مشروع. وهذا الخطاب ذاته الذي ذكره نتنياهو لبايدن في الاتصال الهاتفي بأنه يريد إنهاء كل أهداف الحرب قبل الحديث عن وقف الحرب. من القاهرة كنت معنا إذن الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، ومن رام الله كان معنا دكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس، ومن القدس أيضا المحلل السياسي شلومو جانور. شكرا جزيلا لكم.